بالحلقة القادمة الوجهة رح تكون إلى المغرب، هالبلد الرائع المعروف بتنوعه الجغرافي وطبيعة الساحرة من بحر وصحراء وديان جبال وغابات. بس تزوره بتحس إنه البيت بيتك، وأهله بيتميزوا بتنوع ثقافاتهم وتعدد اللغات اللي بيتقنوها، وأكيد بمطبخهم ونكهاتهم المميزة. إفطار نغير اليوم 2:30 بتوقيت بغداد على أم بي سي العراق. رمضان يجمعنا.